جامع طه وأيوم جامع الروضة ملقب بجامع قفول. شوفوا يا مسلمين جوامع أسود، شوفوا يا مؤمنين، يا ملك عبد الله، يا الأمير تبع قطر، شوف مساجد دوما، مساجد الغوطة الشرقية، مساجد الشام كلها انضربت هيك. دوما مستهدف لأجلها، فيها دين، الدين طلع من دوما. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. نسانا بناتنا ما في عنا شيء، يطلع بالزلط مثل أهل بشار الأسد هدول الطائفية. تفضل شوف من هون أخي، تفضل شوف مساجد، أي مساجد دوما، تفضل تفضل شوف هون. تكبير الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار. شوف الأبو تبع النساء اللي بيصلي فيه النساء شلون صار، هذا أبو للنساء بيصلوا فيه عنا بدوما. تفضل شوف هون الجامع، هذا بيت الله اللي هون مات القريب تلهيه من الصواريخ. الله يقطع رأسك يا بشار، الله لا يحفظك. هذا بيت الله البيت الله دمره، والبناء حواليها كلها دمرت. وين العرب؟ وين المسلمين؟ الله يخزيك يا بشار، ويخزي العالم اللي عم يساعدوك، ويخزي ايران. وهذا نصر الله، هذا نصر هذا الشيطان. لكن عشان الاسلام ما في اسلام، لك وين اهل يسحق من الدنيا؟ وينهم؟ الله لا يغفر، الله لا يغفر. لا حول ولا قوة. شوفوا المساجد، شوفوا المصاحف يا مسلمين، شوفوا المصاحف، شوفوا شلون الشعوة، شوف هذا المصاحف، هذا ذكر الله، هذا كتاب الله. لا حول، شوف ميت ميت، شوف طول لشلون 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 هيك، شوف دشلون دشلون. شوف مساجد بيت الله، هذا كلمة الله. أبو جهل ما عملها، أبو لهب ما عملها، هذه كلمة أبو لهب ما تعمل صاحب في رسول الله. هذا بلش فينا يا الله، يضرب صاروخ واحد على التلاميذ بس يسترجي لأنه متخاذل معه. رموا المصاحف، رموا مصاحف بيت الله من جامع الروضة ملقب بجامع طفور، هذا المسجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هون بيصلوا العازمين اللي ما بيحسوا يقوموا، بيصلوا هون ضرب مقاعدهم. وين بدهم يصلوا؟ وين بدنا نصلي؟ بالشارع يا ملك عبد الله. أوقاف معنا كلمة حق، كلمة حق، بدنا حصر جوي، بدنا حصر جوي. تكبير الله أكبر، ما بدنا شيء، بس حصر جوي بس. نحن من طالع بشار من شافه في بيتنا، طالع الرجال أكبر، طالعوا بإذن الله تعالى. ما بنركع غير الله، وما بنزل غير الله.